ما حقيقة حلاوة الإيمان؟ وكيف يشعر الإنسان إذا أذاق هذه الحلاوة أو إذا ذاق هذه الحلاوة؟ نعم، الإيمان له حلاوة وله طعم، ما كل مؤمن يذوق حلاوة الإيمان ولا طعم الإيمان، إنما يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان خواص المؤمنين. فالذي يتلذذ بالطاعة يتلذذ بالطاعة، هذا ذاق حلاوة الإيمان. علامة حلاوة الإيمان أنه يتلذذ بالعبادات ويتشوق إليها ويحن إلى العبادات، هذه علامة حلاوة الإيمان. وكذلك يبغض المعاصي، يبغض المعاصي، يبغض العصاة، من كان كذلك فقد ذاق حلاوة الإيمان. نعم.